وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، مفاوضات في القاهرة ما بين حماس والوفد الإسرائيلي لم تفضي إلى شيء حتى اللحظة، ونقاط خلافية ولا نقاط للاتفاق أو الأرضية المشتركة. برأيك ماذا تنتظر في اللحظات القادمة، وأين هي النقاط التي ننطلق منها من مفاوضات وأيضا حقن لدماء الشعب الفلسطيني من الأراضي المصرية هنا؟ وطبعا لم تكن المحاولة الأولى الحقيقة، لكن هي بالفعل المفاوضات كانت وصلت لنقاط اتفاق أو توافق كبيرة من الأطراف المختلفة، لكن حصل تعثر. طبعا الجانب الإسرائيلي بيتحمل الجزء الأكبر من هذا التعثر في حال انتهى إلى الفشل. يعني هو طبعا ما زال هناك أمل وهناك جهود مشتركة بتبذل، والأطراف المختلفة سافرت أو غادرت القاهرة على أمل العودة لمواصلة هذا الأمر أو إبلاغ موافقاتها، وبالتالي فالأمل ما زال معقود على هذا الأمر، خاصة وإن مصر بالفعل نجحت في إنها تحمل المطالب المختلفة على مدى أيام وتدير الأمر بوساطة محترمة جدا وكبيرة. ومع ذلك طبعا الأطراف زي ما احنا قلنا، يعني حماس ربما تأخرت في المرة الأولى في إرسال ردها، بعد ذلك إسرائيل بدأت تنفذ عمليات في رفح بالرغم من الاعتراضات المختلفة سواء المصرية أو العربية أو الأمريكية على مستوى كبير. ومصر حذرت أكثر من مرة أن انهيار هذه الهدنة أو انهيار الاتفاق قد يعرض الإقليم بالفعل إلى توسع لهذا الصراع بشكل يصعب السيطرة عليه، لانه حقيقه يعني كان ممثل في هذه المفاوضات الطرف القطري والطرف الامريكي لاطراف متعدده، واتحاد اوروبي اعتقد كان على اطلاع بهذا الامر ربما على مدى شهور ثم على مدى اوقات مختلفه. طبعا بالتاكيد انهيار الاتفاق بيؤدي الى مشكله وازمه كبيره تهدد اتساع النزاع، اضافه الى انه قد يفقد الامل في ان تخرج هذه الاطراف من مأزق، خاصه نتنياهو اصبح بالفعل في مأزق كبير بسبب انه حتى الولايات المتحده اللي حذرته من دخول رفح او تنفيذ عمليات فيها اصبحت بتتشكك في امكانيه انه دخول رفح قد يعود عليه بمكاسب، بالعكس يمثل خساره ويمثل ضعف في موقفه وليس قوه. طبعا على مدى أسابيع الحياة مصر بذلت جهود مضاعفة في هذا الأمر. هذا هو الدور المحوري الذي اعتدناه من مصر وثوابتها فيما يخص بالطبع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن ماذا عن المجتمع الدولي؟ من المتوقع اليوم في جلسة الأمم المتحدة أن يكون هناك تصويت على عضوية كاملة لفلسطين، وهو اختبار للشعبية على مسرح عالمي كبير يضم أكثر من 100 دولة. طبعا يعني في دول كثيره وافقت على دوله فلسطينيه، ربما الولايات المتحده اكثر طرف ممكن ان يفشل هذا الامر بالفيتو، وده برضه كاشف لتناقضات الموقف الامريكي بشكل كبير، لانه لو كانت الولايات المتحده صادقه في هذه التهديدات والتحذيرات التي وجهتها لاسرائيل كان يمكن على الاقل ان توافق على احد قرارات وقف اطلاق النار من مجلس الامن او غيره، وبالتالي هناك تعويل طبعا على المؤسسات الدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على اتصال مع أنطونيو غوتيريش أمين العام للأمم المتحدة وأبلغه برضه هذا الأمر وخطورة انهيار هذه المفاوضات. مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بصراحة يعني في هذه الأزمة أثبت فشل ذريع وضعف في هذا النظام يستلزم إعادة بناء هذا النظام من جديد بعد انتهاء هذه الأزمة أو حتى حرب أوكرانيا ثم المرة الثانية حرب فلسطين، حرب على غزة نفس الامر. فالمنظمات الدوليه والاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي كان يمكن ان يلعب دورا اقوى ربما، هو يعني كان يحمل رسائل، كان يتواصل مع كل الاطراف، وربما كمان مصر الحقيقه الدوله المصريه لعبت دور مهم في توضيح الحقائق للاتحاد الاوروبي او للولايات المتحده، موقف الفلسطيني وموقف العربي وموقف المصري. نعم. كانت مصر حريصه بالرغم من انها بتدخل في حمل الرسائل بين الأطراف المتفاوضة، لكن مصر كانت حريصة أيضا على أنها تمتلك القدرة على التعامل كوسيط شريف ووسيط متوازن، بالرغم من طبعا إسرائيل كانت تتهم مصر كثيرا
بانها منحازه او انها منحازه القضيه الفلسطينيه، وده امر طبيعي، وان هذا الانحياز لم يمنع ان تكون مصر قائمه بدور الوسيط بتوازن كبير وبقدره على تلقي وارسال المطالب المشتركه في كل الاطراف ومحاوله انقاذ هذا الحل السياسي او هذه الهدنه التي قد تكون فرصه اخيره للاطراف لايقاف هذا التدهور الكبير وهذه الحرب اللي اصبحت بتتخذ جزء يعني شكل الاباده بالفعل منذ البدايه. صحيح، ولكن بيتضاعف الامر مع سقوط مزيد من الشهداء. لكن في اللحظات القادمه على ما تراهن عليه من وجهه نظرك، يعني اسرائيل تضغط بشكل كبير على الشعب الفلسطيني، الضغوط هي الاخرى تسير من المجتمع الدولي والمواقف الدوليه لوقف اسرائيل عن هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني، والولايات المتحده تلوح احيانا بانها لن تدعم اسرائيل ببعض الذخيره او الاسلحه، وتاره اخرى تتركها وتعطيها الضوء الاخضر بشكل او باخر من بين السطور. برايك ما هو المتوقع في اللحظات القادمه؟ التهديد الامريكي تهديد مزدوج، لانه كما سبق وقلنا انه الولايات المتحده تصدت بالفيتو لكثير من قرارات وقف اطلاق النار. هذه نقطه. النقطه الاخرى، يمكن كان في تقارير روسيه كانت تفسر ان امريكا ستعطي اسرائيل ما منحته في العالم ستعطيه لاسرائيل في السر، لان لا احد يراقب او يتابع جسور السلاح والاموال وغيره التي تتحرك من الولايات المتحده لاسرائيل. التعويل هنا على ان يكون نتنياهو يكون الطرف الاسرائيلي يضغط ويدخل رفح ويقيم عمليات، كل ده بهدف رفع سقف مطالبه الى حد ما او الضغط على حماس لبعض التنازلات التي حدثت، خاصه وانه ما تزال هناك في المطالب المختلفه بين حماس وبين اسرائيل هناك مطالب ربما يرى كل طرف انها لم تتحقق، وبالتالي كل طرف بيحاول استغلال الاوراق في يديه لاقصى درجه. حماس تستخدم ورقه الرهائن الاسرائيليين او المحتجزين، ونتنياهو يضغط بالحرب وبمزيد من الضغط والقصف او التهديد باجتياح رفح، ويقول انه لم يجتاح حتى الان رفح وان كان ينفذ عمليات، لكن هذه العمليات بالتاكيد بتدخل في سياق ماساه انسانيه اضافيه. بالتالي ففي الساعات القادمة هناك أمل أن تعود الأطراف التي سافرت، هناك الطرف القطري والطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي وطرف حماس وإسرائيل، كل منهم وفد وغادر القاهرة على أمل العودة برد. الأمل أن تشهد الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة الأيام القادمة يعني أو الساعات القادمة تحركات بموافقات تنهي هذه الحرب كما جرت العادة دائما، لأنه هذه المفاوضات كثيرا ما تتعثر، لكن هذه المرة الحرب نفسها طالت بشكل كبير، التعثر حدث أكثر من مرة. الأمر الآخر أن الحرب طالت بشكل تجاوز قدرات الطرفين بشكل كبير. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.